السلام عليكم. الميساج هذايا المواطنة بالخارج، ردوا بالكم تحلوا كوم دو فيس في البلاد هذايا. انا عندي موفيز اكسبيريونس مع بنك الزيتونة باردو، مشيت للاجونس باش نحل كوم دو فيس. المرأة فرحت بيا، اهلا وحلت لي في البنك ذراع مش في الجنة ذراع، قالت لي 160 دينار العام وما نقصوا عليك حتى شيء، وتجبد بالدو فيس والدينار منين تحب انت، وجوك احلى جو مريقل وتسافر بها الكارتة وتجبد بها من برا، امورك واضحة. هيا توكلنا يا ربي حليت كونت. ظهروا بعدك ال 160 دينار تاع العام كل شهر يقصوا عليا 4 اورو 20 قريب 15 دينار. هيا قلت لهم شنو هي الحكاية؟ مش قلتوا لي 160 دينار عام كامل امورك واضحة؟ قالوا لي لا، راهي قانون جديد الدولة تقص عليك في الفلوس هذيك. هيا به جيت نجرب في الكارتة ما تمشيش. قلت لهم يا جماعة راهي الكارتة ما تمشيش. قالوا لي ايه لازم نحنا نعملوا لها ديبلوكاج وكذا. باهي قعدوا قريب 5 ايام جمعه مش رجعوها. اي نهار من نهارات قلت خلينا نمشي نجبد ديفيز 200 يورو. مشيت لاجونس الاولانيه قالوا لي ما عندناش ديفيز. مشيت لاجونس الثانيه قالوا لي لا الديفيز راهو مش هكاك، راك لازمك تمشي لاجونس اللي حليت فيها انت وتجبد منها الديفيز. يا معلم شنو اللغه هذي؟ نص نهار كامل خاسر من اجونس لاجونس نمشي ونحاول نجبد ديفيز. مشيت لاجونس نتاع باردو اللي حليت فيها. قال لي ليه خويا؟ قال لي لازمك تطلب الديفيز قبل بنهار باش يجيك بعد 24 ساعة. كيفاش الحكاية؟ قال لي هكاك. هاي يا خويا نحب نسكر الكونت. أي معليش كيفاش حكيت لهم الحكاية؟ حاول يفسر لي صحاح الحق نتاع ربي، ثم واحد الدحليل غاديك في الأجونس، حاول يفسر لي، لكن تخوت أخصاي، عاوكلوني طعم من الأول وتحايلوا عليا عبارة، فهمت؟ المفيد سكرت الكونت. لكن مازلت 130 يورو قالوا لي ما نجموش نعطوها لك تو ارجع غدو. ايه كلمتهم من غدو خويا كلف لا يسير. قالوا لي ليه اليوم هذا؟ قالوا لي ارجع نهار الاثنين. يا ولدي كيفاش نهار الاثنين؟ راني مش نمشي على روحي، راني عندي ما نعمل، مش نعدي حياتي معناها نكلم فيكم ونمشي ونجي عليكم. كي تسكرت الكونت ما سيبونا غير نمشي على روحي، لازم تاخذ عندكم فلوس. سيبونا خويا ورحمونا، علاش هكا تو؟ عذاب عذاب ياكم تتحايلوا على عباد. بالاخر يا رجال ردوا بالكم من بنك الزيتون وردوا بالكم من كونت ديفيز في تونس. راوك تسافر بها الكارتة ما عندك ما تعمل بها، لازمك تكلمهم تقول لهم لازمني مش تعمل ديزاشا، وما عندكش الحق تجبد بها ديفيز من برا، معناها الديستريبيتور ما تمشيش، تجري بها فقط هما يعملوا لك ديبلوكاج. وشوف يعملوا لك شوف لي اول نهار تدخل للبنك مرحبا واهلا وكذا ويحلوا لك في الجنه ذراع. اما راهو هذاك كله كذب ما تسمعوش، راهو اللي حكيته لكم انا هذاك هو الصحيح. ردوا بالكم وحلوا عينيكم والسلام عليكم.